بدي نحكي. لا هيك بتطلع كتير جدية. انت ليش ما عم تدق لي؟ يعني امبارح كان كل شيء تمام وحلو كتير، شو اللي تغير؟ ما دام الموضوع ماله على قد مرام، ليش لحتى تعاقبني إلي؟ لا مو هيك يا مبينة، كأنه علاقتنا مع بعض صار لسنين. كيفك؟ هاي كمان ما لها ظابطة أبدا. مراد مو قدراني نام، مالي متذكرة شي من ليلة مبارح. في شي صار بيناتنا؟ أنا مالي متذكرة، عقلي مخربط كتير، رح أجن لو سمحت قلي شي. ناقص بس تبوس إيده كمان. أنا شو إلي ذنب؟ مو مناسبة. طيب ابعت لها إشارة استفهام وأخلص. ممكن تقلي شو اللي صار؟ بشكل أوضح شو صار بيناتنا؟ معقول صار شي ما بعرفه؟ إذا أنت بتعرف شي ممكن تخبرني فيه؟ لأنه الحالة اللي أنا فيها رح تموتني. إذا أنا ما فهمت شي من اللي كتبته، الزلمة كيف رح يفهم علي؟ وحطي كمان 5 ايموشن فوقها، وبعدين 10 إشارات استفهام وانحلت القصة. أنا بدي نحكي. شافة والله، عن جد أراها، والله أراها، قالوا نايم لسه فايق. صبايا عم يكتب، عم يكتب، هي عم يكتب لي. موافق، إمتى وين؟ سلام. زعجتك عند المساء، ما تواخذني مراد. ولا يهمك، المهم هديت أعصابك. أحسن. أي كتير منيح. أنا مو قادرة أكمل أبداً هيك مراد. كيف؟ الحياة. ليش؟ والله عم فكر كل الوقت، النوم هرب من عيوني. وبشو عم تفكري قولي؟ عم بسأل حالي سؤال وما عم بعرف جاوب. طيب ممكن تسأليني هالسؤال حياة؟ اللي صار شي مبارح بيني وبينك؟ مالي متذكرة أي شي بنوم. انت عم تحاولي تقليلي انه انا استغليت الحاله اللي كنتي فيها امبارح، مزبوط؟ ما تجاوب على سؤالي بسؤال. انت عن جد بعتي وراي مشان هيك؟ اي مشان هيك. مالك متذكره شي بنوم؟ لا. طيب يمكن هيك يكون أحسن. أنت شو قصدك تقول؟ ليكي إذا كان بدك تعرفي إنه مبارح صار شي بيناتنا ولا لا ففيكي ترتاحي، ما صار شي أبدا. مراد استنى. اسمعي، إذا نسياني بذكرك، أنت اللي كسبتي الشرط، أنت الربحانة حياة. بيسان، بيسان قومي شوفي تليفونك.
كرام رح يخنقني بمنامي حتى. هاد مو كرم يلي عم يتصل، هاد رقم غريب. أسيل حياة وينها؟ ألو؟ إيه أنا رفيقتها. وين وكيف؟ بأي مشفى هي؟ تمام جايين فورا. احكي شو في؟ حياة عاملة حادث سيارة وهي بالمستشفى هلا. كيف يعني؟ إمتى طلعت من البيت من دون ما نحس؟ ما لقيت المفاتيح، كنت حاططن هون. دوري على مهلك، بجوز مو حاططين هون، دوري بالدرج منيح. مانن هون. بس دقيقة، ما تكون حياة أخذت السيارة وطلعت. يا الله حياة، شو عملتي هلا يا ربي؟ امشي يلا. مرحبا يا أنسي، حياة رفيقتي عاملة حادث. حياة أوزون، وينها؟ بأي أوضة؟ أوضة 1450. لك حياة شو عملتي؟ حياة يا روحي انتي شو صار؟ أهلين مراد بك. أهلين. بدي خبرك إنه اتصلنا مع كل مدراء أعمال الموديلز يا أستاذ. وشو النتيجة؟ النتيجة إنه الكل قاتلين حالهم لحتى يكونوا الوش الإعلاني للشركة، بس لأنه نحن بنص الموسم كلهم متفقين بعقود. إيه دبروا شي حدا ماله معروف. الوجه الإعلاني غير معروف حول، ومصممين مشروع الشمولية طالبين اجتماع منك لبعد يوم التنين. بعد التنين الموعد حول. إيه أستاذ، وحياة خانهم بتحب تزورها شخصيا بالمشفى ولا بنبعت ورد بكفي؟ ليش شو صاير له؟ فكرتك بتعرف بالموضوع. حياة مبارح المساء عملت حادث بالسيارة. شو؟ وهي بالمشفى. صار لها شي؟ هي منيحة؟ والله أنا ما بعرف شي، رفيقتها اتصلت فيني وخبرتني إنه اليوم ما رح تقدر تجي على الشغل وسجلت الرقم. أنا Love turn on the mind.